صباح الخير استاذ حسان. بونجور، ولا لك للمشاهدين الكرام. نعم، اهلا وسهلا فيك. اذا بدنا نوصف للمشاهدين بشكل سريع هيك الصورة اللي عم نشوفها اليوم، شو هي؟ هلا اليوم مثل ما بتعرف في كارثة حلت بالبلد، ما فينا نقول غير كارثة، نعم، منا جريمة، كارثة حقيقية بكل معنى الكلمة. اليوم بالدرجة الأولى بدنا الأساس إنه كشف ملابساتها، مين شو أسبابها، يعني نحن بحاجة إلى تحقيق شفاف وتحقيق يكون فعلا ما في سقوف فوق رأس أي مرتكب بالدرجة الأولى. اليوم طبعا شفنا نحن في استغلال سياسي لهالجريمة، مثل العادي، يعني في فريق أنا بسميهم غربان الموت بيجتمعوا عند الجرائم، كل جريمة بيجتمعوا وبيصيروا بدهم يستغلوها بالسياسة. اليوم نعم، موضوع إنساني، موضوع كثير كبير، تخربت ثلاث ارباع بيروت، اليوم ما عندنا مرفأ صالح للاستعمال ببيروت، بحاجة نحن اليوم قبل ما يعني يطرحوا موضوع إقالة الحكومة. طيب مين كيف اليوم السؤال انه بحال الحكومة اليوم استقالت، يعني في إمكانية في وقت ناضج لتشكيل حكومة ثانية بهذا الظرف اللي نحن فيه؟ طيب ما هي الحكومة اليوم هلا بدها تتابع هي التحقيقات الأولية. نحن نعم، بحاجة لحتى نقدر يعني يكون في حكومة موجودة بالوقت الحالي لحتى نقدر نتابع تحقيقات، لحتى نقدر نخفف من المشاكل الاقتصادية اللي كان يعني أثر الحصار اللي كان علينا واللي بلش إن شاء الله إنه منقول يعني مع الزيارات الغربية والانفتاح الغربي على لبنان والعربي على لبنان، ممكن إن شاء الله هالحصار يبلش يعني يرفع عنا وعن بلدنا. ولكن اليوم طرح انتخابات مبكرة بهذا الجو، باقي المجلس الحالي بينتهي صلاحيته بعد 20 شهر. نعم، طيب يعني اليوم نحن قدام، اليوم الاولويه تكون لموضوع لكشف الحقيقه، اليوم الاولويه لحتى لدعم التحقيق ويكون فعلا انه ما في مثل عاده تدخل سياسي بشؤون القضاء لحتى يقدر يعمل وظيفته. هذا اليوم الاولويه. اما اليوم شفنا احنا انه عم تجي بعض المجموعات شعرت انه في تغيير او يعني لمست من خلال الزيارات الغربيه وطرح عقد جديد بالبلد، تستغل نعم، الوضع بالشارع لتجرب تفرض حالها من خلال الفوضى اللي كانت ممكن تتدحرج لتصير فتنه. اليوم اللي عملوه كان لو ما كان في هدوء وفي انضباط وفي حكمه عن بعض القيادات فعلا كانوا اخذوا البلد على فتنه. اليوم مطلوب هدوء، مطلوب صمود الحكومه الوقت الحالي على الاقل لحتى نقدر نشوف كيف نعمل موضوع اللي يعني بكشف الملابسات الجريمه الكبيره، هل هو فعلا يعني ناتج عن فساد وبيروقراطيه بالاداره او هو فعلا في اعتداء ارهابي علينا او في اعتداء اسرائيلي. هذا الموضوع الاساسي اليوم اللي احنا شفنا انه في بعض الناس عم تروح باتجاهات اخرى تستهدف العهد وكانه رئيس الجمهوريه مسؤول عن كل شيء بالبلد، وكانه ما في كانوا الجماعه اللي موجودين قبله يعني ما خصهم بشيء ابدا. كل السياسه كل شيء في مشاكل اليوم عم يعني اليوم في عم عناوين عم تنطرح، نتيجه وفي هي نتيجه في آراء عم تنقال، هالمسؤولين اللي فيهم العهد. في آراء اليوم عم تنقال وفي هيك عناوين عم تطرح. قد ايه حزب الله ممكن يمكن يوقف بوجه الانجرار للفتنة الداخلية؟ وهل ممكن نشوف انه هل ممكن للحزب انه يواجه من يسعى لفرض واقع جديد على الأرض؟ هلا حزب الله من الاساس في يعني من اساس الاساس سيد حسن كان يقولها بالحرف انه لا نأتي بقطعه سلاح لحتى نستخدمها بالداخل، السلاح في صحيح، الداخل بيخرب المقاومه بيخرب البلد. الحزب الله اليوم بيعرف انه هن هالعمليات اللي عم تصير كانت وهالاستفزازات اللي عم تصير لحتى تستفز جمهوره وتدفعه لمشكله ولفتنه بالبلد. بس عم حزب الله يتعرض واحد لكتير الموضوع انتقادات وحتى انه المجلس بيعرف شو في العراقي بمرفق حيفا وما بيعرف شو في بمرفق بيروت، هون لا تعرض بكل لكتير من بساطة، بكل الانتقادات بساطة لأنه وهجوم. مسؤوليته مقاومة، بكل بساطة هو مسؤوليته مقاومة، المقاومة طبعا لازم يكون عنده اطلاع حسيس ل يعني وضع العدو وجوزية العدو. أما هو نعم، منه مسؤول إدارة المرفأ، إدارة المرفأ مسؤولية الدولة اللبنانية مش مسؤولية حزب الله. مع كل أجهزته ومع كل أجهزته المخابرات اللي بيضم أجهزته الحزب موجهة، أجهزته موجهة لحماية المقاومة وحماية وظيفة المقاومة، مش موجهة لحتى يعمل هو يراقب الإدارة بالدولة اللبنانية. هيدي مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبنانية، في عدة أجهزة أمنية لبنانية موجودة وإدارية موجودة بعد المرفأ، مش مسؤولية حزب الله. استاذ حسن، ما هي دقة المعلومات عن اتصال بعض السفراء ببعض الوزراء وطلب منهم بتقديم استقالتهم؟
هلا ما بعرف حقيقة، ما في، ما عندي أنا يعني معلومات حقيقية حول الموضوع. بحال صار في اتفاق على وضع جديد بالبلد وعقد جديد بالبلد ومنه استقالة هذه الحكومة، ممكن هيك يصير. بس هل ترى بالوقت الحالي استقالة الحكومة هذا الموضوع شيء صحي وسليم؟ طيب إذا هلا يعني بشكل آني، هل شيء هذا شيء صحي وسليم؟ بعدين بعض بالنسبة للوزراء اللي خرجوا، إذا بنتذكر كثير منيح من كم يوم، من أيام قليلة مش من زمان، كان عم نحكي بتعديل وزاري لبعض الوزراء غير متجهين. نعم فالله معهم، يعني ما أنا مشكل. طيب ما عندي بالأساس كانوا يعني حمل لا أكثر ولا أقل. بعض الصحف تتحدث وبعض المصادر الإعلامية عن أنه تقديم الاستقالة سيكون قبل يوم الخميس المقبل. نحن نتجه بهذه الطريق؟ هلا موجود هذا الحكي في بعض وسائل الاعلام بالجرايد، شفناها الصبح، ولكن نعم هل هذا الشيء مظبوط؟ انا عندي معلومات انه لا، اليوم في كان اجتماع تم وفي بعض المرجعيات تدخلوا لبعض الوزراء انه لا، هلا منه وقتها. نرجع نقول منه وقتها لانه مين بده يتابع التحقيقات، هي اقل شيء. طيب بهذا الجو اللي احنا فيه بالبلد، اللي شفنا اليومين الضغط اللي صار بالشارع، وجود حكومه موجود يعني افضل او بلا حكومه افضل؟ نعم، يعني هذا خاصة السؤال في اللي ملفات بتسأله. تانية، يعني إذا صار في أزمة بنزين، بلد صار أزمة بتيجي نحكي طحين. بالاساس كثير، يعني كل ما نوصل نحن لباب حلول او نحط نجرب نوصل لمحل، توصل الحكومه لمحل له علاقه باكثر شيء. نحن عم نحكي اليوم بموضوع الفساد وموضوع الهدر اللي هو عم يصير. عندنا مطالبه دوليه انه يا جماعه الخير، ما حيصير في لكم، ما حيتقدم لكم مساعدات قبل ما تطبقوا الاصلاحات. شفنا الحكومه اقرت موضوع التقضي الجنائي، الا اليوم راكدين بدهم يسقطوا الحكومه بالشارع. طب كيف يعني رئيس حكومه وحده وطنيه؟ ما كانت حكومه وحده وطنيه موجوده، الرئيس الحريري هو اللي استقال، نعم حسب الله ما دفعوا على الاستقاله. بالعكس، رئيس بري قال له جبنا لك لبعض تمسكوا العصفور، فيه، كل الفرقاء تمسكوا كل فيه. الفرقاء تمسك، هو استقال وحط صحيح شروط تعشيشيه، يعني هو بده يكون رئيس حكومه مستقلين ويكون الحكومه يعني يستثني منها اكبر رئيس، اكبر كتله نيابيه موجوده بالمجلس. اكيد نعم هذا منطق ما حدا بيتقبله، يا حكومه سياسيين يا حكومه مستقلين. رحنا لحكومه مستقلين، شفنا بده يحملوها كل مشاكل البلد من 50 سنه مش من 40 كمان. هذا الشيء نعم منه منطقي. هلا في سيناريو رجع طرح لحكومة الوحدة الوطنية، ونحن بنعرف وجربنا من قبل انه حكومة الوحدة الوطنية اذا بيطلع فريق واحد بيعارض مشروع، المشروع ما بيمشي. يعني هي حكومة يمكن تشل البلد بدل ما انه تمشي البلد واموره. هذا تماما عبر عنه الرئيس عون الرئيس ماكرون، قال وقت اللي حكي بحكومة وحدة وطنية قال له هي حل، بس احنا جربناها يعني ما شفناها عملت نتيجة. اليوم اذا بدنا نروح بحل على المستوى البعيد، بده يصير في اقرار لقانون انتخابي جديد، يكون قانون انتخابي يعني فعلا يمثل سلطه تكون الى حد ما، ممكن يكون على صعيد دائره لبنان دائره انتخابيه واحده، ويضل مجلس النواب يعني نص بنص مناصف بين المسلمين والمسيحيين، لحتى يصير في عندنا شوي نطلع من فكره الزاروب. طالما نحن موجودين بفكره الزاروب والزعيم وزعيم الطائفه وغيره، ما راح يصير في بلد، حنرجع نفس التركيبه، نفس التركيبه مثل ما حضرتك تفضلتي. اي حدا بيعترض بصير برات الحكومه صارت حكومه فائده للمسيحيه، بدنا نرجع ندور بنفس المحل، طيب ما في حل الا هيك. اليوم هل الريح الغربية مؤاتية حاليا للبنان؟ هلا في مبين انه واضح انه اليوم وقت اللي بيجي يعني رئيس دوله عظمى يطلع قدامة العضويه بمجلس الامن، اليوم جاي كمان مساعد وزير الخارجيه الامريكيه على لبنان، في زيارات عربيه، في زيارات كمان غير عربيه، التركي او الايراني او غيره، هذا كله دليل انفتاح على البلد. اليوم نعم وحتى سمعت السيد حسن نصر الله قال انه هذا الموضوع ايجابي بالنسبه لنا، بالنسبه لفريقنا، فهذا يعني قد يكون بدايه حل لفك الحصار عن لبنان. هلا نشفنا نفس الوقت انه الفريق المتضرر نزل على الشارع لا يخرب، عم يجرب يفرض وجوده من خلال، عم يحاول يجرب يفرض وجوده من خلال يعني التصعيد في الشارع ودفع البلاد الى الفوضى. وهذا الشيء بعتقد انا كان محضر حسب معلوماتي، كان شيء محضر وقتها يعني لبعد صدور الحكم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. احنا من هون نقول انه لازم يكون على فعلا من ناشط الاجهزه الامنيه تكون على حذر من ما يخطط له، لانه واضح انه لو ما في حكمه كان واضحة عند يعني الأفريقيا وبالطليعة على حزب الله، كنا يمكن نروح لمحل تاني لمشهد مختلف. خلينا اليوم انه يكون القرار المحكمة الدولية اللي حيصدر فيما بعد أيام
يكون في استعداد وجهوزية لمواكبة أي محاولة لضرب الأمن والاستقرار في البلد. في معلومات عن تجمع عن دفع مصاري بطرابلس وعكار وغيره والبقاع، التجميع وتحشيد يعني مثل ما شفنا نحن انه في وجوه كانت فعلا يعني ما مالوفه موجوده بهالتحركات اللي صارت اليوم. اذا بيكون في تدابير احترازيه وجهوزيه لمواكبه صدور القرار، حتى قرار المحكمه بقصد يعني، لحتى نعم. ما نروح للفوضى ولعدم الاستقرار. طيب اليوم الضغط القادر رح يضل يستمر بانتظار شو؟ هلا بانتظار الضغط اليوم اللي بين انه في واضح حكي الرئيس الفرنسي واللي هو جاي بتكليف دولي على لبنان نعم بعقد جديد، وانا استاذ عبدو اتذكر كنت معك من سنتين تقريبا بتشرين الاول 2018 قلت لك الطائف انتهى، وانا بعدني مصر على رايي الطائف انتهى. اليوم عم يحكى بعقد جديد ولانه خلص ما بقى يعني هذا الطائف لعده اسباب، يعني افرقاء العقد مش موجودين بقى اليوم، ولا بقى الحريريه السياسيه موجوده مثل ما كانت قبل، ولا يعني كل الامور تبدلت عن قبل. ما فيك تترك الاتفاق اليوم قائم ويعني وما عم يتنفذ. طيب هل سيكون تحت رعاية دولية هذا الاتفاق بالتاكيد الجديد؟ اليوم ما فيش رئيس فرنسي مكلف يعني من دول العالم وبيخضع الرئيس الامريكي بفك الحصار على لبنان وغيره، فاذا في تفويض دولي يعني في شيء بده يصير. هلا شو ما بعرف حقيقه اليوم كيف بده يكون شكل العقد وغيره، يعني هذا اليوم من الممكن نحكي عنه، ولكن واضح انه في شيء جديد عم يصير بالمنطقه وبلبنان بالتحديد. يعني شفنا نحن وراجع الرئيس الفرنسي راجع بايلول نعم لهون بأول أيلول طبعا نعم عم يستغل مناسبه اعلان لبنان الكبير، ولكن جاي اكيد باجنده معينه واضح، يعني هذا الموضوع واضح. هل كان عبير كمان لحكومة وحدة وطنية بهذه الفترة؟ هذه إشارات مباشرة كانت عم توجه؟ هلا بالتاكيد اليوم نحن شفنا انه في فريق طلب الاجتماع مع الرئيس الفرنسي على حده، والرئيس الفرنسي ما قبل، نعم شدد انه انا بدي اجتمع مع كل القتال، وقال لهم هودي القتال المنتخبين الشعب اللبناني مش انا اللي انتخبتهم. هلا بتكون بعض الافرقاء دائما المراهنين اللي راهنوا على سقوطنا ب عدوان تموز، وراهنوا على سقوط الرئيس لحود، وراهنوا انه بالانتخابات 2009 التيار الوطني الحر بده يخسر كسروان والمتن، وراهنوا بعد منا على سقوط الدوله السوريه. من مراهنه لمراهنه، يعني عندك فريق لعيب يعني سبق خيال حقيقي، نعم بيلعبوا سبق الخيل مش بالسياسه، كانوا مراهنين على الفوضى وعلى انه المقاطعه الغربيه وتشديد الحصار على لبنان. هيدا الشيء ما صار، يعني صار بمده معينه من تشرين الاول لغايه هالايام هلا شي 10 اشهر تقريبا، وقت اللي حسوا انه في انفتاح دولي على لبنان وفي اتصالات مع رئيس الجمهوريه من مختلف الافرقاء الغربيين ونالك الاتراك والايرانيه وغيره، فهم لجأوا للشارع وعم يجربوا عبر ابوابهم وعبر محطاتهم وعبر اعلامهم انهم يجربوا يحملوا كل هالمشاكل للعهد ولا حليف حزب الله. نعم. بالدرجه الاولى اليوم عم بيحكوا انتخابات مبكره يا استاذ عبدو، خلينا نكون واعيين، ما حد غير شيء بالشارع الشيعي ولا حد غير شيء عند الدروز، خلينا نعم. نحكي الامور مثل ما هي. عم يجربوا يوجهوها ضد العماد عون وضد الوزير النائب جبران باسيل بوضوح، نعم. لانه اليوم التركيز كله والاعلام كله عم يكون مركز على هيدي الجهه، بوقت انه عم يركزوا على حزب الله. هذا الشيء عم يشد جمهوره اكثر مما كان. اليوم ما بتجي انت يعني قامي مثل السيد حسن نصر الله غريب بلد مثل بلدنا بيعلق مشنقه لقائد حرر لبنان، هي ما صايره بدوله بالعالم صح ولا لا؟ فيش نعم. دوله بالعالم بتعمل رسم لمشنقه وبتشنق قائد مقاوم يحرر البلد وحرر الأسرى، حقيقة شيء معيب. ولكن احنا انا كمان هون بدي اثني على حكمة المسؤولين بالمقاومة بفريقها انه ضبطوا الشارع، انه مشهد حقيقة يعني ما حدا بيضبط فيه، حتى غير مرجعيات. يعني نحن وقت اللي بيصير اليوم اي نوع من يعني تحقير لاي رمز ديني حتى بلبنان، هذا الشيء غير مقبول سواء السيد نصر الله او غيره، وهذا نعم. الموضوع تعرف ممكن يعني يدفع البلد لمشكل. اكيد يعني اليوم حزب الله قد ايه قادر بعد كل العالم بيكرم مقاومين، كل نعم. اليوم فرنسا بتكرم بتسمي شوارع او مطارات على اسم شارل دوغول، ويعني لانه حرب يعتبروه حرر فرنسا، محرر فرنسا، كل دول العالم بتكرم محررينها وقادتها ومقاومتها. نحن بنحط قائد المقاومه بيعلقوا له بيحطوا رسم تشبيه لمشنقه وشكل مشنقه وبصندوق بساحه الشهداء،
ما يعني هذا الشيء حقيقة فعلا معيب، فعلا كثير معيب، ما صاير اليوم دولة بالعالم. اليوم قد ايه قادر بعد يضبط نفسه حزب الله بوجه حرب افريقيا بالبلد عليه، وحتى النقمة الشعبية اللي قامت عليه من بعد الانفجار؟ هلا النقمة الشعبية اللي تقوم عليه من بعد الانفجار، هو ما له علاقة بالانفجار، يعني لا هو مرفق بيروت مش هو مستلم ادارته. نعم. عم يوجهوا يجربوا يوجهوا كل مشكلة على حزب الله. ابدا ما في شيء بيصير، ما بيجربوا يوجهوا كل شيء فيه بيصير بالبلد، حتى موضوع الدولار. يعني اليوم بنعرف انه وقت اللي انا بروح بدي اقبض معاشي ما بيعطوني اياه بنك بالدولار، بكون حزب الله هو اللي عنده هالصلاحية. حتى حملوه موضوع الدولار، يعني ازمة الدولار حملوه على حزب الله، انه هن عم يقضوا الدولارات على سوريا. ما الدولار من عم يطلع؟ الدولار مجمد بالبنوك قبل ما يسحبوه على سوريا وغير سوريا. يعني نعم. عم نشوف نحن كل مشكل بده يجرب محمد لحزب الله. اما بالنسبه لموضوع الانضباط، لا انا متاكد انه قياده المقاومه اخذت قرار انه نحن ما بننجر للفتنه بالشارع. نحن عندنا وظيفه وعندنا عدو، عندنا عدو واحد، عدونا هو الاسرائيلي، مش نحن ما بننزل للفتنه بالداخل. يعني هذا موضوع من الخطوط الحمر عند حزب الله، وانا متاكد شو عم احكي. نحن بدنا نشكرك الصحفي حسن الحسن، شكرا لك على هذه المداخلة معنا لليوم.